دكتور، هل الألم هو الحاجة الوحيدة اللي بتخلي المريض يتحرك ويروح للدكتور، ولا في أعراض تانية؟ لا، في أعراض تانية طبعا. نزيف ممكن يحصل دم، سواء مع مصاحب الحمام او لوحده، ان يحصل اكلان، يعني يقول ان انا بعد ما بطلع من التويليت بحس باكلان او بحس بحكه، تمام، او ان يحس بانتفاخ عند فتحه الشرج، تمام. ده اللي احنا بنقول عليه في الدرجه الثالثه والرابعه، ده طبعا هيكون في ظهور واضح للموضوع. بالظبط طبعا، سواء بيرجع لوحده او ما بيرجعش خالص اصلا. لكن الدرجه الاولى ممكن يحصل نزيف من الدرجه الاولى، يحصل نزيف، فالنزيف هنا لازم يتحرك فورا. يتحرك طبعا، اي وجود دم من فتحه الشرج لازم نتحرك عليه. ممكن يكون من اول ان هو يكون حاجه بسيطه، اللي يكون شرخ بسيط وفي اوله ويروح مع العادات الصحيه المظبوطه والعلاج، وممكن يكون لا قدر الله حاجات تانية بقى متشابهه، يعني اكبر من البواسير واكبر من الكلام ده، ممكن لا قدر الله اورام او الكلام ده، بس بيبقى محتاج ان انت يعني تستشير متخصص عشان ما نروحش في ديلما كتير، لان في ناس كتير مثلا بيبقى عندها مفهوم ان ادام انا بنزل دم ومفيش الم، لا يبقى دورم الموضوع مش كده خالص.